Guardina, me trajiste en un lío. أنا منيش عارف عارفين نشربو يديرو لنا شراب حامض وخا حامض حنا نشربوه والله بلا ما ديروهولو حتى يجيو البوليس وعندنا المهم يا بلادي عليك ما نتقلك ما والو وعندنا نشربو عندي واحد قال لي خطاك قال لي خطاك من الشراب قلت له علاش قال لي حرام قلت له انت تعرف خير من الحكومه كان راه محلول قال لي راه محلي البيران غير السواح دون سائح انا من الجاليه المغربيه المقيمه بالداخل عيشة ما هانية عيشة هنزيدو عامل القدام غادي تنقرض هاد السمية عيشة وخيرة غي صوفيا مهم عيشة تسوق الطوموبيل حقت السطوب ريدا البوليسي قال لها غادي تخلصي 700 درهم هادي شحال كنا ملي نخرجو بالطوموبيل نديرو غير 10000 في الجيب ونصرفوها 2000 فرنك 2000 فرنك إلا درتي مخالفة تعطيها 2000 فرنك دروخي إلا كان ستوب يتخاف عليك ب 70000 وقعت تهز معاك 40000 والله غالية الدنيا المهم حركة ستوب قالها غادي تخلصي 700 درهم ويمشيو لك 3 النقط هو قالها عطاتو 700 درهم وقد تشوف فيه قال ما كي تشوفي فيه واش عمرك ما شتي الزين قالت له لا قالت له لا هذيك 3 نقاط اللي غادي تمشي لي واش انا سميتي عيشة غادي يبقاو يلغاو لي عيساوي انا قلت لهم انا قلت لهم اقريو عيشة وديروا لها القانون احنا شرينا الطيارة قبل ما نبنيو المطار تعرفوا على كي صرالنا نريدو نحك شي من مرة راسي ما لقاش تعرفوا على كي صرالنا المهم قال كاينة الطيارة واش تا هي الطيارة قالوا الطير قال شريها هو وبقاو في الطيارة الفوق بقاو كاملين يستناو فرحانين شراو طيارة وسلقا واحد غير بالصوفيط ما حل الشاجة ويركب ما قراش لانفورماتيك ولكن يسوق الطيارة صعب يركب كي وصلوا فوق دارهم باي باي هما فرحانين مكسلين ويستناو دارو باي باي كاملين أقل لهم فين الريضة ديباني بالخطاني وبقاو يدور فوق وهم اللي تحت يدوروا كي يديروا دب احنا نديبانيو في التعليم يا عباد الله انا نولي لكم الطياره يا خليها تدور بلاتي خلي السياره ما كانش اللي توشيها يا ربي اللي يسلكها أنا وليو الطيارة إلى مريق الناس الأمور كي غادي يدير على أركب
نعرفوا الكفاءات ديال كل واحد. انا جسمي كونط على الفيك حقرا يحرم الولد من نقيلة كون يكبر ودخل فيه مسطرة خليه ينخل وانا راني كنفكر البعيد. اذا كان وزير ينخل مما وراء البحار هذا ما ينقش على صاحبه. إذا طلعنا بلا نقيلة ساجي منين يكبر الكل وحنا بلا قوانين تعلمي نقول باش يجيب لنا القوانين. ما عندكم خبر على الطيارة؟ المهم بقى الدور. احنا واش دايرين؟ احنا العرب احنا في العرب فينا غير واحد حاضر اللي يكون جالس حتى ينوض صاحبه يتحرك وينوض هو يتحرك باش يحرم على صاحبه. ما حناش نهضروا على نهضروا غير على الناس. المهم واحد الحي درب الى واحد حل تيلي بوتيك كاع يحلوا تيلي بوتيك. واحد دار مصبانه وخدم كاع يديروا مصبانه كاملين يحرم على داره ولا دار امه. واحد خلاهم تال نعسو في الليل دار كرتونه ديال الطيطاي ودار الشمعه قرعه ديال الزيت دوك الحمر استغفر الله ما درنا والو. انا هاني الاخوان اللي والله ما نحاول حتى شي دار كرتونه ودار فوقها الشمعه شعل الشمعه وجلس شمعه حمراء شمعه وقرعة حمراء ديك طبال اللامبة حمراء وقال لي بيع زارو ركب عليه شافو بعجوج قالو يا تا هو دا كرطونة شمعه وجلس قدامو موت المخ. الاخر عاوتاني كرطونة شمعه جا اخرى كرطونة شمعه هاديك الطيارة مع الظلام واللامبة صغار حمر وحاجتنا كده إلى عندي ركبانو لا العرب. أنا مشي زي ما تقولوا راسكران واني عايق اني عايق واللي ماني عايق تبع حاجة اني عامل اني عامل. شوف أنا نعرف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخان سكر رضي الله عنه بسدمني ومبع كان كيجي الزلزال بيوطع على الأرض ويقول لها ريضي باللغة العربية مش يفكر يقول لها ريضي وطريض يجي الزلزال وطع لها أنت وقول لها ريضي إلا ريضت لك وشمي بالفاخر. أنا قريت غادي نطيح. أنا قريت على طارق بن زياد وهذا الرجل كان سميته طارق بن زياد فتح الأندلس شي مرات نقعد ونقول واش كانوا عنده ربعة ديال اليدين كي كان داير علاش حنا ملي نشوفو شي واحد زاد قدام نشجعو عباد الله نقولو الله يعاونو لا ما غادي يدير والو خلا دار مواتكو. اشوف اصاحب طارق بن زياد راه مغربي وفتح الاندلس وكان بحالنا وانا نتمنى غي نشوفو وخاس كاين. ها انا طارق بن زياد. من ينادي طارق بن زياد؟ نعم أنت مع طارق بن زياد. أنا سكرت العرب أنا غير ساعة قوي
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها هو طارق أمامك. راني على طارق بن زياد، مازال طارق كنت في قرية حليمة. أجل طارق بن زياد فاتح الأندلس. قول حق الرب اللي خلقنا وخلقنا. طارق بن زياد. أجل طارق بن زياد. ما أنت؟ أنا؟ ما أجل ما أنت؟ والله ما نعرف. والله ما نعرف. ما بيك؟ وطارق بن زياد داروا له تروك الهاول. أنا طارق التاريخ، طارق الفكر، ماذا تريد؟ أنا آخر مرة لقاولي في ألغة قالوا لي عباس. عباس هذا اسم عربي مسلم، إذا أنت عربي مسلم. عربي ولد عربية، خليت بطاطا عربية وخليت دروزية عربية وخليت الدق بزروات عربية. أخوك عربي كبير. اشتقت إلى أحباء العرب المسلمين. كيف حال العرب والمسلمين؟ الحمد لله. رحنا الحمد الرب العالي. الحمد لله. رحنا يا حصرنا الحمار على الطوموبيل. الحمد لله. لا أقولك هاني راه خليك مويلك في طراسك، راه خليك رجال. خير خلف لخير سلف. خير سلف لخير مهم. طارق. أجل. مخاطرين عندك زعرابي يا طروم. أجل أنا كذلك أحببتك. والله العظيم اللي توحشتك يا سي طارق، وكل ما كنت ما نتياش في هذا الحوايج لا ولا تنوي في راسك حق. أنا راه بلدي إسلامي. الحمد لله أحببتك أنا كذلك. هذا راه هذا يكرم لنا. غادي نديرو هنايا ونهضرو هضره ديال الرجال. عاون خوك يا حطه. كيفك داير يا سي طارق؟ الحمد لله. وانت؟ انا مخير، ما رايد نقعد في راسي. احببتك يا عباس، اريد ان اهديك هديه عزيزه على قلبي يا عباس. اذا ستعطيني 5 دنانير؟ لا يا عباس اكثر من ذلك. ستعطيني 100 دنانير؟ لا بل أكثر من ذلك، أحببتك أكثر. والعاقة العاقة تستحق هدية أكبر. فلوس؟ أكثر من ذلك. ماشي فلوس. لا 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 أكثر من ذلك. إذا مصدر جاكيطة تكوير. لا لا. هل هو شي ولد أجي؟ لا أكثر من ذلك. ما نعرف اسم السكن يا عباس. أحببتك وأريد أن أوليك ولاية من ولايات المسلمين. أضرعت عقلي الولايات. الحمد لله. الأندلس عزيزة على قلبي، فتحتها وأريد أحببتك وأريد أن أوليك أنت، أوليكها أنت. الأندلس؟ أجل ولما لا؟ مالها أجل أنت الشاب والشباب هم من يجب أن يتولون هذه الولايات. لا لا أخوك أنا قلت المسؤولية ستوليني على الأندلس. الأندلس التي فتحتها. أجل سأغلقها. نسلموا عليه ونقولوا له كراك داير غادي يفرش لنا ورقيه من الاندلس. كيف حال الاندلس؟ بخير راه تما وحنا وحدنا حتى الواحد تلاقى غير بصه من الاندلس. كراك داير على الاندلس ما قلت لكش.
يفشل. ماذا يحدث؟ ماذا حدث في الأندلس؟ ما تغوش عليك. ماذا يحدث؟ أرجوك أخبرني. أرجوك. أرجوك. أرجوك يا عباس. أخبرني عن الأندلس أرجوك. أخبرني أرجوك. ماذا تريد؟ والو لا أعني لك شيء. ماذا تريد أن تقول؟ أحنا الأندلس مشات وبقي من أطراف الأندلس. ماذا تعني بمشات؟ ماذا تعني؟ بغي تحاسبني ولا كان غادي نقول لك اسمعني علاش حرقت البابا علاش؟ علاش منين فتحت الأندلس حرقت البابا؟ حنا ضفاش نحرقو الأندلس. انتوما مشيتو خليتو ناس موراكم فيها. هذوك الناس اللي خليتهم داروا ولادهم ولادهم داروا ولادهم وتلهاو على بلادهم. مانيش عارف المهم هاد الطريقة اللي جيت لقيت الأندلس مشات. ما هذا الخبر المشيع؟ جاو شي ناس قالوا لهم الأندلس ديالنا ما نقديه. هضر فيا هضر فيك. أنا ما كنتش حاضر. كنت حاضر نبلع تريك ونضرب الصوبة يطمع. أنا جيت لقيتها مشات قالوا لي مشات. حمد الله راني ساكن في حوايج. المهم سال الأندلس ولعوا بلاد الإسلام كبيرة. سأوليك ولاية أخرى ما دام الأندلس. ما تولي ناس الله يسرك غادي نديرو الفراشيلي يخليني بلا ما تولي لي. أنا ولاولي أنا ولاولي. رأيك بمهد الخلافة الإسلامية؟ ما رأيك بمهد الخلافة الإسلامية؟ والله ماني فاهم. أريح أزعر 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 أنا هاولا لا من الإسلامية هاولا. العراق بغداد لا عمر أضار ما سمداح بينه وبينهم غير خير. رانو كونتاكت مع الأمريك. تكوني الأمريك نو أنا أعرف العراق. كيف حال العراق؟ ما تعرفاش واش فيروس عاد تنجبو جديد. المهم العراق متعلمنيش عليها راني عيان شوي. كما تريد. العراق راه صار لها بحال ديك المرة اللي ما ولات تضرجلها ما طلقت. يا رب تفرج على خوتنا في العراق يا رب. يا رب تفرج على خوتنا في كل البلاد. طلبوا ربي تكوني الفيتنا الفيتنا تورمون. يا لها من أخبار مفجعة. ما تخمم مزرابة أخي. على أزرار نضرب على أزرار. أما شننسى شكون أنا وفين راني غادي. الأندلس العراق. سأوليك الآن. ما تولينيش الله يرحم والديك. أخي خلي أسيت على كيحشتني. مرحبا من ضرخ. هذه بلاد عزيزة علي وعليك. إنها فلسطين. إنها فلسطين هي العزيزة علي وعليك. لا بد أن تتقلد ولايتها. إنها فلسطين. أجل أضرب هذا وش تقول له. بغي يوليني على فلسطين. ترى بخير يا عباس. هذه ما تبقاش بخارية. ستعرف فلسطين أرض الأنبياء. أجل لهذا أريد أن أوليكها. بعدي ولا أنا أخوتي.
لو خوتي نتبذوا عليها أرض الأنبياء مبخاش أرض الأنبياء هي باقي أرض الأنبياء صبغوا يسخوها الكردة والخنازير تعرف الكردة والخنازير؟ يهود ما نش عارف تاكل يمرا كانت مع الضوية وقال أقول بعد الطعين رح نمتيب يا اللي سمعها وقال سمعتها يحاسب ورفو يوم الخير حاسب بخل من المربع عندها مال سمعتي حاجة أقول ما شبتش شكون عارف كلمة وخرجت ياول ياول إخواننا ياول المسلمين ما في يطع الشرعية الدولة يا رب الإنسان خصو يكون متفتح إحنا تفتحنا تتشرقنا يا حسن المهم فين كنا قلت ليك أنا مخرج أنشاز من الصين شتي طريق أشد يا ولدي عباس شعلتين من مسلم فوق الأرض النمل الكون نمشيو لشي بلاصة عالية وندفلوا على المغتصبين يغرقوا لا صواريخ ولا طيارة ولكن فلسطين مشات هي كذلك واش هي انشات فلسطين وما تخوت عليا ما تشوف فيها ما والو ما خليتهاش ليا انا جيت لقيت كلشي مشى انا نطلب ربي نمشي شتانا شتانا نمشي كاع شكون عارف اي عصر نحن انت فيه يا عباس اين هي البطولات اين هي الامجاد من البطولات رحنا واقفين لهم تخلطوش فلسطين رحنا واقفين درنا طبله كبيره وجبنا ناس من وراها يهضروا ويقولوا انه شلاخ 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 دين شلاخ نو شلاخ شلاخ اشلاخ شلاخ ونحن نوجدوا البيض باش نديروا الكاطو منين نجي لمصر بشلاخ كوغاني يعني كارفو اي راحه سالتها الاندلس العراق فلسطين ماذا تقول يا عباس لا اصدق وصرك باغي دير لا اصدق ما تقول ما تقول وصرك غادي دير دير شي حاجه لبعض يجب ان تفعل شيئا هي دير راك مالك معنا كندير يجب ان تحرر فلسطين يجب ان تحرر هذه البلدان الاسلاميه في الحار يجب أن تقوموا بالتحرير يجب أن تعدوا الجيوش يجب أن تعدوا الأسلحة السيوف شيء إذا لم تقوموا أنتم يجب أن أحررها أنا ما هذه المصيبة ما هذه الأخبار سأحرر أنا بسيفي سأحررها أنا إن لم تحررها أنتم الله يلعن الشيطان وخذ طعامي معي سبحان الله العظيم غير هدرت له على فلسطين بقى في الحال
حنا كل نهار كنشوفوها، حنا كل نهار كنشوفو المسلمين كيتقتلوا وما كنقولوش حتى لا، وخا حتى في قلوبنا ما كنقولوهاش. حرام عليك يا اسرائيل، خرج بطلع حرام، خرج يسوق يساعدك، خرج يعطيك الدل. ما بغيتيش؟ ما بغيتيش؟ ها رحنا خارجين تكري فيها السن. شكرا كبير للاستاذ على هذه الوصفه. بس انا جبت السيوس، ولكن هذا البرنامج شويه مطول، غنعاودها ان شاء الله، غنعاودها ان شاء الله. وشكرا للاستاذ.